وكيف ما كتشوفوا معايا هذا الموديل نوع الثوب البغوشي، يعني الثوب معروف الثوب البغوشي. شفتوا كيفاش داير؟ مطروز هادو الضوفات القداميين او الاماميين بجوج، رشمة عامرة. للإشارة الأخوات، هاد الخنيجرات كلهم غيتعمروا بالحجر، كلهم غيتعمروا بالحجر، يعني الرشمة تبارك الله تاني غتعمر بالحجر، غتعطي كتر، يعني كل خنجر، يعني كل خنجر من هاد الخناجر غيعمر بالحجر، يعني الخناجر كلهم اللي كتشوفوهم أمامكم غيعمروا بالحجيرات، ماشي بالحجر، بالجوهر. وهذه هي الرشمة ديالو أو لا ديالها. ندوزو الظهر ديالو. يعني غير هاد الرشمه راه خاصها فيديو خاص بها غير بوحدها، يعني هاد الرشمه بوحدها راه تبارك الله ما شاء الله كبيره كبيره بزاف. هادو هما الجهات الاماميه، وغنوريكم الظهر تاني. هادو الناس العشاق ديال القفطان المطروز، الناس اللي كيبغوا الطرزيه بصح. هذا الاخوات الظهر ديالو كامل حتى هو مطروز، يعني مطروز. شوفوا الجهه ديال الحزام، يعني عاد الحزام الظهر كله مطروز. هذا الظهر، هذا القدام. هذه الاخوات، هذه الدفينه اللي تحت منه، يعني اللي غتجي تحت من هذا البغوشي غيجي هذه غتجي تحت منه الدفينه ديالو. يعني تبارك الله ما شاء الله طلعت روعه روعه تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك لمولاتو. هذا الظهر ديال الدفينه شفتو، وهادو الكميمات. وهذا القدام ديال، يعني شوفوا الكول، يعني دايره على الكول وهابطه حتى لتحت، هابطه حتى لتحت، يعني طلبت ليا وقت كبير وجهد كبير في الطرز، ولكن حنا تحت راه الاشاره، يعني بغاو الناس العامر، غير هو في هاد القطعه تاع رمضان راه ما كنشدش العامر، بغاو الناس العامر كنخدموا لهم العامر، بغاو الخفيف كنخدموا لهم الخفيف. وبصراحه الرشمه جات روعه ومولاتها اروع، الرشمه روعه ومولاتها تبارك الله ما شاء الله اروع. هذا قفطان كامل مكمول، غنحاول نقاد لكم على المخدات باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش غيجي. شوفوا معايا الشكل ديالو كيف جا. هذه اللي من هنا الجهه تاع الظهر، شفتوا كيف جات؟ وهادو الجهات الاماميين والوسط، وهادو الجهات الاماميين والدفينه الوسطانيه، بحال هكا غيجي الشكل ديالها، وبحال هكا غتنزل يعني حتى لتحت. شفتوا الشكل ديالها كيف غتجي؟ بحال هكايا. هذا الظهر، هادو الكميمات الوسط، هادو هنا الكميمات، هادو الكميمات، هذا الظهر، وهذه الجهه الاماميه ديال القفطان. وهاد الموسلي اللي الوسط غيجي بحال هكاك الوسط، يعني غيجي هو لتحتاني. شفتوا الموديل ديالو كيف جا؟ بصراحه جا رائع، ومن اللي غيتنبت وغيكمل عاد الظهر فيه في الظهر، من اللي غيكمل وغيتنبت غيجي ثاني احسن واروع. غنحاول نصور لكم صوره عن بعد وصوره مقربه. هذا الظهر، هاد الكميمات، وهذه الجهات الاماميين بجوج، يعني الدفينه التحتانيه راه هابطه حتى لتحت. وندوزو الموديل اخر باذن الله. بالنسبه لهذا الموديل مخدومه غير جهه واحده، يعني الجهه اليسريه مع الكتف من نفس الجهه، يعني الشكل ديالو داير بحال هذه الطريقه، مخدومه الجهه اليسريه والكتف اليسري، والفوقاني هذا الفوقاني القب ديال الجلابه حتى هي باقيه غتنبت. كلشي دابا داخل عليه التنبات، يعني هادشي كلشي اللي كنخدم كلشي كيدخلوا عليه التنبات.
غنقرب لكم الصوره باش تشوفوا الخدمه ديالها والطريقه باش مخدومه اللون في اللون، يعني مخدومه اللون في اللون. غنقرب الصوره باش تشوفوا الطريقه باش مخدومه، ونخليكم مع الرشمه ديالو. شوفوا معايا الطريقه باش مخدومه هاد كلها تدوره المرمى. هذا الكتاف من جهه ديال الدرع الفوق، يعني الجهه الفوقانيه. شوفوا الوردات كيفاش مخدومين، وريقات العريش، يعني صورة مقربة للجلابة. يعني كيبقى الانسان اختيار، كيبقى الكليانة اختيار، اما دير الغرزة الفرنسية كيف ما اللي درت في الراندا، او لا دير حجيرات، يعني كل وحدة والذوق ديالها. اللي عزيز على الحجيرات راه كدير الحجر، واللي كتبغي جلابة خفيفة دير ليها البريد، يعني كل. وهو الصراحة بصراحة الحجر كيزيد كيضيف واحد الاضافة الجلابة، يعني كيزيدها واحد الجمالية، واحد الرونق، وكيغير من المنظر تاع الرشمة، يعني تقريبا بواحد 50% كتبدل الرشمة. لدرجة انا واحد السيدة، واحد الخياطة كنخدم معاها، كنخدم ليها الطرز، طرز ما فيش تنبات، وملي كتنبت وتسالي واحد المرة والله ما عرفت الطرز ديالي، دارت لي تنبات تبارك الله ما شاء الله عامر بزاف. بدلت الرشمه وبدلت القفطان وبدلت المنظر ديال القفطان، نقدر نقول 100%، يعني تبدل الرشمه تنبات كيزيد واحد الاضافات، وبخصوص الا كانوا احجار كما قلت لكم نوع جيد، كتعطي واحد الجماليه، واحد البريوم، واحد اللمعان للجلابه ولا القفطان ولا اللبسه. غندوزو للرشمه ديال هذا الموديل. كيف ما كتشوفوا الاخوات، هذه هي الرشمه، هذا هو التطبيق، وهذه هي رشمه، رشمه اللي درت في القب، يعني حيت غير هذا الفصل الفوقاني ودرت هذه الجهه، يعني حيت هذا الفصل الفوقاني، وهذا البوكي اللي بقى لتحت هو اللي درته في القب. هذه هي الرشمه تاع اليوم، وهذا التطبيق، التطبيقات تاع اليوم. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديوهات، الى عجبكم هاد الرشيمات والتطبيقات، ما تنساوش جيم ودعيوات زوينين، وما تنساوش كذلك تبارطاجيو راه بالقناه. الحمد لله القناه كتطور وكتزيد القدام. كنشكركم بزاف بزاف، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. الحصه الجايه اولا كاينين موديلات اخرين بقى كنخدم فيهم، غندير لهم لا فينيسيون ديالهم، غندوزو ربما التطبيق ديال درس جديد ان شاء الله وحصري باذن الله. الموديل الثاني رشمه مخدومه بالبوردو، مخدومه بالبوردو، ومخدومه بالسم برونز، ومخدومه بواحد اللون ديال الخيط كيشبه البرونز. غنجيب لكم الالوان باش مخدومه. هذا هو الخيط اللي كيشبه البرونز الاخوات، شفتوا معايا لونه كيعطي بحال البرونز، مخدومه بهذا البرونز، وطبيعه الحال اللون ديال الثوب. غضاف الغرزه الفرنسيه في هاد الاماكن، يعني في هاد البيص هنا غنزيد انا الغرزه الفرنسيه او الحجيرات، غنشوف على حساب السيده اشنو بغات، وبغات حجيرات نزيد حجيرات. انا غنحاول نحط لكم حجيرات باش تشوفوا الشكل ديالها بالحجيرات كيفاش غتجي. كيف ما كتشوفوا معايا حتى الا داروا لها حجيرات غتجي زوينه، وانا غنقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا الصوره عن قرب كيف جات، ونخليكم مع الرشمه ديالها. هذه هي الرشمه عن يعني صوره مقربه، شوفوا معايا الحجيرات كيف جاو، يعني حتى اللي بغات دير لها حجيرات شوفوا الخدمه ديالها. للاشاره الاخوات، حتى حجيرات يداروا في هذا البيص هادو يجوا مزيونين بهذا الشكل هذا. حتى هما شوفوا الاحجار، يعني عندنا في بزاف البيص فين نديروه في الاحجار، يعني كل وحده والذوق ديال، حتى هاد البيض جاو فيهم الحجيرات زوينين، يعني ملي غتنبت وتكمل غتولي تاني شكل اخر. ها هو الخيط اللي خدمتهم به، ها هو البرونز اللي خدمت به، نحاول نشوف الريفرنس ديال البرونز، 54 برونز 54. بالنسبه للريفرنس ديال الخيط 300،
396، يعني هاد الخيط كيعطي اللون ديال البرونز. الناس اللي كيبغوا الخيط على شكل لون البرونز. وندوزو دابا الرشمه ديالو، هذه هي الرشيمه ديالو، هذا هو الشكل ديالها. هذه هي الرشمه والجهه الاخرى التطبيق ديالها. وندوزو الموديل الرابع.